السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالجميع، عساكم بخير إن شاء الله. في هذه الحلقة نتكلم على هاتف جالاكسي نوت 9، واش مازال صالح أننا نشريه في سنة 2021، علما أنه خرج في سنة 2018. وأيضا نتكلم على الأسباب اللي تخلينا نشريه في سنة 2021، واللي هما خمسة أسباب. هذا الشيء كامل نتعرفوا عليه من خلال هذه الحلقة، لكن قبل نديروا مراجعة شاملة للهاتف، خليكم معنا. مرحبا مرة أخرى. أول حاجة نبدأ بها هي مراجعة شاملة للهاتف، ومن بعد نتكلم على الأسباب اللي تخلينا نشريو هاتف جالاكسي نوت 9. بالنسبة لتاريخ إصدار الهاتف فهو خرج في أواخر سنة 2018 شهر 8. أما فيما يخص أبعاد الهاتف والوزن، فالطول ديال الهاتف هو 161.9 ملم، تقريبا 162 ملم، والعرض 76.4 ملم، والسمك 8.8 ملم. أما الوزن فهو 201 غرام. كاينين نسختين من الهاتف، كاين اللي كيجي ببطاقة واحدة وكاين اللي كيجي ببطاقتين كارت سيم. ننتقلوا لنوعية الشاشة. نوعية الشاشة فهي من نوع سوبر أموليد HDR 10 بقياس 103.2 سنتيمتر مربع بدقة 1440x2960 بيكسلز. كتجي بطبقة حماية غوريلا غلاس 5. فيما يخص نظام التشغيل اللي كيجي في الهاتف فهو اندرويد 8.1، وحاليا وصل حتى الاندرويد 10. البروسيسور الخاص بالهاتف هو من نوع كوالكوم سناب دراغون SDM845. وحدة المعالجة المركزية او ما يسمى CPU كتجي بثمانية انوية، اربع انوية بتردد 2.7 جيجاهيرتز، وأربع أنوية الأخرى بتردد 1.8 جيجا هيرتز، كورتكس A55. أما وحدة معالجة الرسومات GPU أو GPU، بطاقة الشاشة من نوع مالي G72MP18. الهاتف كيجي بثلاث إصدارات فيما يتعلق بسعة التخزين والرام. النسخة الأولى 128 جيجا بايت بالنسبة لسعة التخزين، و 6 جيجا بايت بالنسبة للرام. والنسخة الثانية 128 8 جيجا، والنسخة الثالثة 512 8 جيجا بايت. دابا ننتقلوا للكاميرات. فالكاميرا الخلفية كتجي بكاميرتين، الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.5 حتى 2.5 وايد دوال بيكسل PDAF، والعدسة الثانية أيضا 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 تليفوتو أوبتيكال زوم. وطبعا كيجي بجانب الكاميرتين ليد فلاش، والكاميرا بشكل عام كتدعم خاصية أوتو HDR. ودقة الفيديو 4K 60 إطار في الثانية. أما كاميرا السيلفي كاينين جوج ديال الكاميرات، الاولى كتجي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.7، والثانية 2 ميجا بيكسل ودقة الفيديو 1440p 30 اطار في الثانية. بالنسبة لمخرج السماعات اللي في الهاتف فهو مخرج جاك 3.5 ملم. الهاتف كيدعم ويفي 5G وبلوتوث إصدار 5، وأيضا NFC. أيضا يمكن لك توصيل USB عن طريق أدابتر Type-C. وساعة البطارية هي 4000. وأيضا كتواجد في الهاتف خاصية الشحن عن طريق الويفي. بالنسبة لألوان الهاتف فالهاتف كيجي بألوان متعددة، تقريبا 6 ألوان، أندرجهم في الفيديو من خلال الصور.
إذن من بعد ما قمنا بمراجعة شاملة للهاتف، نتعرفوا الآن على خمسة أسباب اللي تخلينا نشريو هاتف جالاكسي نوت 9 سنة 2021. وطبعا هذا يكون جواب للسؤال الأول، واش مازال صالح أننا نشريو جالاكسي نوت 9 2021؟ بعجالة، السبب الأول هو البروسيسور ديال الجهاز اللي هو كوالكوم سناب دراغون SDM845. وطبعا هذا البروسيسور فهو مازال قوي بالنسبة للناس اللي مهتمة بالألعاب. والسبب الثاني اللي هو ساعة التخزين والرام، فالهاتف كيجي بنسخة 128 جيجا بايت و 6 جيجا بايت في الرام، وأيضا بنسخة 512 جيجا بايت و 8 جيجا في الرام. وطبعا فهذا سبب مقنع اللي خلينا نفكروا أننا نشريو الهاتف. أيضا السبب الثالث اللي هو الشاشة، فالشاشة من نوع سوبر أموليد. أما فيما يخص السبب الرابع اللي هو الكاميرا، فالكاميرا كتجي بدقة 4K. والسبب الخامس والأخير هو أن الجهاز كيدعم ويفي 5G. إذن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، وكالعادة لا تنسوش تدعمونا باشتراك وإعجاب. إلى حلقة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم.